السلام عليكم الكويدات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما نتمنى نلقاكم هاد لا فيديو تكونوا باحسن الاحوال. اول حاجه بوسه كبيره مني ليكم، شكرا على الكومونتيرات الزوينه ديالكم، شكرا على المباركه ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. يعني واخا غنشكركم حتى الغداء عائلتي الثانيه، ما غاديش نوفيكم حقكم الصراحه. هنا يعني كوثر ارتاحي، بغيتي تخرجوا ليا من التليفون كوثر، ما عطيتيش حقك فالراحة كوثر، خاصك ترتاحي، كتعيطوا ليا كوثر، راكي باقا نفيسه كوثر، راكي غتخرجي على راسك. شكرا لكم بزاف بزاف، انا عرفتكم كتخافوا عليا وعرفتكم انكم كتنصحوني من القلب، وبالخصوص لامي مات اللي كتقول يا بنتي الله يعطيك الرضا ارتاحي، بنتي الله يعطيك الرضا تبارك الله عليك. يعني شكرا لكم وكنبغيكم بزاف بزاف. المهم انا خديت 3 ايام يعني ما نط من نهار ديال الاسبوع. الاسبوع انا كان عندي السبت، صافي السبت جمعنا كلشي، نظفت كلشي، بقيت الحد والاثنين والثلاث الى اليوم الاربع، صافي اللي عاد انا تقلت كوثر وما نغبرش على البنات. داك لي فيديو اللي كنت كنلي حكم يعني راه كانوا عندي مسجلين. بالنسبه ما كملت لكمش الكماله ديال الاسبوع، نتوما عارفين يا البنات انني ما كنصورش الناس اللي كيكون عندي في الدار، بحكم بانني انا اللي كنكون مجاري هذاك الشيء، يعني ما عنديش الوقت، انا خاصني مني طياب، مني حلوه، مني بزاف ديال الحوايج، دونك ما كانش عندي الوقت انني غادي من هذا، انني غادي نصور لكم، انني غادي عاد نحبس التليفون وانا خاصني نحط هذه، خاصني نوجد هذه، كان خاصني نقاد المالح، ندير الحلوه، يعني تستف الطباصل، يعني بزاف ديال الحوايج ما شاركتهمش معاكم، ولكن سمحوا لي. ولكن بعض الحوايج راكم شفتوهم معايا، يعني كيفاش قديت البوفيك باشياء بسيطه، انك تقدي حويجات ديالك. اللي كيجيوني كومونتيرات كوثر المسحفات منين خديتيهم البنات؟ انا داك المسحفات، داك النوكا، داك لي دغاجي، البواطات ديال السلو، كلهم طبيصلات الحلوه كلهم جبتهم من المغرب. في المغرب ملي تكونوا مثلا شي وحده، انا نعطيكم نصيحه، شي وحده باغا تولد ولا عارفه راسها تولد في شهر 10 ولا في شهر 12، كانوا الحباب كانوا الصحاب دابا في المغرب، ما فيها باس توصي صاحبتك، توصي راجلك، خوك، اختك، انا بغيت من هنا وبغيت من هنا وبغيت من هنا. دابا السيده مسكينه تا كتولد وكتشوف مثلا هاد البوفي كتقول انا بغيت نديرو، انا بغيت هادي، انا بغيت هادي. لا، ديما اورغانيزي راسك، ديما شوفي الحويجات اللي بغيتيهم، يعني كومانديهم على بكري. انا راه ملي كان المزابي في شهر 5 في المغرب، يعني قلت له ها شنو تجيب ليا وها شنو تجيب ليا وها شنو تجيب ليا، باش هكا بقيت هاد البيريود هادي ديال الحماله كامله عارفه راسي انني تحضر ديال البوفي، داكشي كامل يعني متواجد عندي في الدار، كنت كنتسنى غير تنتفك على خير ان شاء الله ونقاد المسائل ديالي عاده باش نستف البوفي ديالي، يعني باشياء بسيطه البنات والله العظيم. وفي المغرب يعني ما كتلقايش الثمن يعني فحال هنايا، هنايا تقدر تلقاي شي باج انستغرام يطلب لك مثلا واحد الثمن اللي كيكون زايد بزاف، يعني انت اللي ما غاديش تقدي عليه، لدرجه انهم يحسبوا لك بياسه واحده ب3 الاورو. حيت انا هادي عندي تجربه، انا راه كنت كندخل لي باج انستغرام اللي كيكونوا هنا كيديروا لا ليفريزون في اوروبا، وكنت كنشوف اثمنه يعني كانت عندهم طالعه شويه، وانا انا راه يعني عندي المسائل ديالي كامله، غير كنت كندخل هكا كنبرقق ونشوف شنو كاين، شنو خاص الاثمنه، يعني كنبغي واخا الحاجه عندي كنبغي انني نسول ونعرف بزاف ديال الحويجات، يعني هادي طبيعه قاعده فيا. المهم النهار داز غزال 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 قبل وليداتكم، ان شاء الله تفرحوا بهم كاملين، الناس عجبتهم الحلوه، عجبهم الطياب، عجبهم بزاف، يعني داكشي كامل تبارك الله داز زوين. ملي كيدوز داك النهار وكتشوفي ان داكشي داز زوين وانت عجبك الحال، والله البنات حتى كتنساو داك التماره، غير داك النهار ولا غد لي كتصبحي مدقدقه انا داك التماره ديال الولاده والتماره ديال هاد الشهر هذا كامل، عاد رجعت عليا في هاد 3 ايام ما نكذبش عليكم. عرفتي حطيت السلاح، حطيت الكواري، ما قديت لا ندور لها هكا ولا هكا، يعني دقدقت بالمعقول، ولكن الحمد لله دابا وليت كنرجع صحتي، وليت يعني داك النهار دوزت وكان خاصني ندوز داك النهار هكا باش نرتاح شويه، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. شطحنا، دردكنا، حيحنا، زغرتنا، يعني درناهم كاملين، حتى من الجدارميه حتى من الجدارميه جاو، يعني دوزنا جميع المراحل.
يا اختي يا اختي ما عليا ما بيا. جالسين كاين الشطح والرديح والناس وتبارك الله شكرا الناس اللي كبرتوا بيا، صحاباتي حباباتي خواتاتي الناس اللي كبرتوا بيا وجيتوا لعندي، يعني كنشكركم بزاف بزاف بزاف، فرحتوني الله يفرحكم. ما علينا ما بينا، يعني جالسين كنا حطينا الشلاضه حطينا الغداء الدجاج وداكشي هزينا يا صافي، وكانوا وجدوا في اتاي وكانوا وجدوا في الحلوه باش غادي نفرق البوفيه نفرق الحلوه. يا اختي حتى كنسمعوا الدقان حتى كنسمعوا الدقان، شنا الباب اصلا كان محلو مع الوليدات يعني الباطيمات، وعارفين كتكون انا الاخره حتى كنلقاو يا اختي جوج ديال الجدار بيا مراه وراجل واقفين علينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقيل هادو جاو يزرو جاو يزرو ولا جاو يباركو. قال لك يا اختي يا اختي عيطوا لنا يا اختي الجيران، ما عرفناش شكون هاد الجيران هادو شكون اللي عيطوا ليهم، المهم شكون ما عيط ليهم ربي يخلصهم، حنا راه فرحانين براسنا. واصلا ما كانش داك الموسيقى يعني مجهده بزاف، حتى حنا كنعرفوا الموسيقى كانت متلوقه، انا ما نقول لكمش ما كانتش الموسيقى وما نقول لكمش عاوتاني الموسيقى راه مجهده بوم راه ما عرفت ملي كتب، كانت الموسيقى ولكن ماشي داك الموسيقى المجهده بزاف. انا غادي انا واحد الحاجه ما كنتش عارفها، وانا واحد الحاجه ما كنكونش عارفها اين فوا كنعرفها كنطلع كنبارطاجيها معاكم باش نتوما ديروا منها اتونسيون. انا ما حضرني ما نكذبش عليكم ما حضرني منها حتى شي واحد، وما طاحت على حتى شي واحد انه يقولها ليا، وتا انا ولا المزابي ما طاحتش لينا كاع في الراس باننا جدرني. قال لك بعداك نتوما ما كتبتوش واحد البتيمو وعلقتوه في الباب ديال الباطيمه باننا رحنا غادي تكون عندنا حفله هكا احتراما للجيران، انك كتعلميهم نهار قبل ماشي كتدقي عليهم في الديور، مي كتشدي واحد البرا وكتكتبي فيها بانني مثلا غدا راه في الساعه فلان فلانيه غادي تبدا عندي حفله ديال الاسبوع، فهمتوا؟ انا ما درتهاش بحكم بانني عمرني تعرضت عند شي واحد هنايا في الباطيمات ولقيتو كاتب تيمو ولا كاتب واحد البرا ومعلقها في الزاجه ديال الباب. الناس اللي كنتعرض عندهم الناس اللي عندهم ديور بالجراد ديالهم وكيكونوا حفلات كبار ديال العراسات وجايبين توريزاسيون من عند لاميري، انا قلت انا حفله صغيره ما طاحت ليش كاع في البال بانني راه غادي يجيو جدرميه ولا غادي يقولوا لي علاش ما كتبتيش عن تيمو، ما طاحتش ليا كاع في البال. وما كانت هكا كون مشيت اختي لاميري وجبت توريزاسيون من لاميري ونط نايضه وهنيت راسي. يعني كنعطيكم نصيحه الناس دابا اللي كديروا الحفلات في المنازل ديالكم، الناس اللي كيكونوا عندكم جرادي وكديروا حفله كبيره بطبيعه الحال كتجيبوا توريزاسيون من عند لاميري باش كتكونوا هكا. يعني عندنا حنا في الحق في الحفلات غير السبت، الحد كيقول لك ممنوع يعني يكونوا الحفلات ممنوع يكونوا الموسيقى، دابا كندار لكم هنا على لي زاشالين، ممنوع يكون صداع ممنوع يكون الدردك في يامات الله دايرين في الكونسيرج كيقولنا يعني في التسعود الدراري يعني يحبسوا الدردك يحبسوا يمشي للغوات في الدروج يحبسوا. انا داك النهار كانوا الوليدات وكان الغوت وكانت الموسيقى، ماشي انا ماشي كنقول لكم راه ما كانتش كاع الموسيقى، كانت الموسيقى ولكن ما كانتش داك الموسيقى الكبيره بزاف 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 يعني بحد ديجي اللي غادي يعيطوا عليها الجيران، مي ماشي مشكل جدرمية ما داروا معنا حتى شي حاجه الصراحه. هما الواجب ديالهم الامني يعني كيديروه، يعني جاتهم ابي بان هاد الناس هادو راهم دايرين صداع راهم جاو كيديروا الخدمه ديالهم. المهم قيدوا لي انا سميتي كنيتي عطيتهم لا كارت قال لك عطينا كارت سيجور ديالك، قيدوا داك المسائل ديالهم مي ما سميت ما حتى شي حاجه، يعني ماشي عندي فيربال ولا شي حاجه يعني ولا خطيه كما نقولوا هكا، قيدوا المسائل ديالهم يعني ومشاو. انا كنعطيكم نصيحه الناس اللي كديروا دابا حفلات انا ما كنتش عارفه، وانا الحاجه ملي كنكون ما عارفاهاش رانا كنطلع وكنقول لكم خوتي انا هاد الحاجه ما عارفاهاش وكنبغي انني ناس اخرين انهم يستافدوا معايا، هذا هو الهدف ديالي من القناه اننا نستافدوا كاملين، لا من ناحيه الطياب لا من ناحيه الوراق لا من ناحيه بزاف ديال الحوايج، اننا نستافدوا مع بعضياتنا. انا كنت سامعه شي يوتيوبرز كتهضر هنا في فرنسا وكتهضر على الحفلات
كانت هكا وكتهضر بان في لي زاشاليم يعني ما عندكش حق تلقي الموسيقى بزاف ما عندكش بزاف. وان بلوس جاو عندنا مع 6 العشيه وحنا عارفين يعني في لي زاشاليم مع 8 يعني بحال الموسيقى وداكشي كتحبس مع 8. قلنا لهم هي راه عاد 6 العشيه، قال لك وي حنا عارفين باقا عاد 6 العشيه خاص 8 يعني ما تكونش الموسيقى 8 ما تكونش يعني تكون طافيه الموسيقى. حنا دابا ماشي جينا لكم حيت خرجوا الناس اللي تبارك الله اللي عندي اللي حسن مني لا في اللغه ولا في القرايه كيهضروا مع جدرمي، قال لك لا حنا ماشي قلنا لكم طفيو دابا الموسيقى، غير نقصوا من الموسيقى غير نقصوا من الموسيقى، ولكن الى عيطوا الناس مره واحده اخرى يعني كدوز غادي نديروا لكم خطيه. دابا يعني ما كاينه لا خطيه لا حتى شي حاجه، يعني غير فحال انذار كيكون، ولكن الى تجهدات الموسيقى اكثر والناس عاوتاني رجعوا عيطوا يعني كتكون خطيه. صافي نقصنا من الموسيقى وكملنا الحفيله ديالنا، ولكن عرفتي كملناها بالصلاه والسلام. قال لك بغيتوا الاخر، قال لك نقصوا من الموسيقى حنا نزيدوا في الحلق. المهم دوزنا العشيه ديالنا غزاله غزاله، ما تكون عندكم ان شاء الله وتكون تفرحوا هكاك بوليداتكم. انا هي فرحت بولدي، وانا يعني ماشي معناتي انني كندير فلوجين مسكينه راه ما درت ليها حتى شي حاجه اسلام في المغرب، يعني غير واحد الحفيله بسيطه ما يعني لدرجه ما كانش الموسيقى بزاف لا 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 لوجين. يعني دابا ملي سهل سيدي ربي الحبيب بغيت هكاك نفرح بوليدي ان شاء الله. العقبه ان شاء الله النهار اللي ندير الدخله ديال الدار اختي يا اختي راه غادي نجيب طوريزاسيون من الامير وغادي نجيب الشيخات وغادي نجيب لهم كلشي ان شاء الله، غادي نعوضها للعيالات كاملين مساكن اللي قال لك واحنا جايين ننشطوا جايين نفرحوا. ايوا ما كتبش ما كتبش. المهم نهار كما قلت لكم غير هي يكون ديما كنقول لك الصبر الصبر، راه داكشي اللي داز عليا يعني الحلوه خاصني هاد الشكل خاصني هاد الشكل خاصني هاد الشكل، يعني راه ما ساهلاش، ولكن خاص ديما ديما البنات في اي خدمه في اي حاجه خاص يكون عندك الصبر، تكون عندك العزيمه وتكون عندك الاراده انك انت باغا ديري واحد الحاجه. وان شاء الله بديت عاوتاني الخدمه ديالي في التجاره الالكترونيه ان شاء الله، هذا موضوع غادي نخليه بوحدو حيت كتسولوني كوثر كيفاش كديري كوثر منين كتجيبي كوثر، يعني ان شاء الله غادي نخليه لكم في فيديو غادي يكون غدا ان شاء الله. الناس اللي مهتمين بالامر والناس اللي باغين فعلا باغين يخدموا باغين يحققوا ذاتهم ان شاء الله راه غادي نبارطاجي معكم حويجات زوينين، غادي نبارطاجي معكم الخدمه ديالي انا دابا اللي دخلت فيها بديت اليوم ان شاء الله. قبل يعني مع الظروف ديال الاسبوع والولاده وداكشي كنت حبست، ولكن ليكيب ديالي كان مكمل، ولكن ان شاء الله انا راجعه قويه ان شاء الله. واللي بغاتنا مرحبا والف مرحبا، نمره الواتساب راه الناس اللي عندكم بغيتوا تتصلوا بيا مرحبا، يعني هاد الساعه ما قداش يعني ننزل لا نمره الواتساب اليوم. علاش ما بغيتش ننزل لكم اليوم نمره الواتساب؟ ما بغيتش نشرح لكم بزاف، باغا اليوم عاد غادي نورغانيزي مع البنات، اليوم عاد غادي نعرفتي انا لي فورماسيون اللي فاتوني، باغا نعرف بزاف ديال الحوايج، يعني سي بوغ سا ما قدتش انني نحط لكم فيديو اليوم. تزادوا شي حوايج زوينين في الشركه اللي انا باقا عاد عندي رونديفو اليوم ان شاء الله باش نعرف هاد المسائل هادو كامله ملي نطلع نهضر معاكم، يعني نكون عارفه راسي اشنو كنقول ومتاكده من المعلومه، اي معلومه كنجيبها لكم انا فلاشين الا وخاصني نكون متاكده منها ماشي 100% مليار في المية، حيت كيبقى التقليد والذنب كيبقى على رقبتي انا، فهمتي الكبيده ديالي هنا الزوينات. كما قلت لكم عندي رونديفو باش مع لو ديريكتور باش نعرف بزاف ديال الحوايج اللي فاتوني غدا ان شاء الله، غادي نشارك معكم المعلومات وغادي نشارك معكم بزاف ديال الحويجات. اللي بغات مرحبا والف مرحبا، وباقا كنشكركم كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وتهلاو ليا في راسكم بوسه كبيره لكم الميمات ديالنا، الله يسهل عليكم شي حاجه ان شاء الله كيف ما دعيتوا معايا رانا كندعي معاكم كلكم كلكم كلكم، الله يسهل عليكم. يلا تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في الفيديو ديال غدا اللي يكونوا فيه معلومات، غادي يكون روتين ومعلومات في نفس الوقت. يلا تهلاو ليا في راسكم.